السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب. الموضوع ديالنا اليوم في هذا الفيديو هو نصور واحد المنزل هنا للبيع في اغوراي ان شاء الله، وبقاو معنا الى النهاية ان شاء الله. السلام عليكم خوتي، لاباس عليكم، نلقاكم كل عام نتوم بخير. عندنا هذا المنزل للبيع كيتوجد في حي إداري، هذه الجزيئه كتسمى جزيئه أرغانا، حي الاداري ياك. حي الاداري فيها واحد الكراج بروفيزوار، داخلين جوج الماكن ديال الضوء ومكانه ديال الماء، السفلي وفوقي مفينين، السفلي كله مفيني والفوقي حتى هو مفيني مقبص، وانتم غتشوفوا ويمكن لكم تصبوا. هادو هما الدروج، الدروج هما اللي باقيين في هذا المنزل، ما مصاوبينش بوحدهم الدروج، ما مفينينش، ما دايرين لهم جليتش، وما كلشي مصاوب تبارك الله. المنزل زوين، الدروج ما مفينينش ولكن راه الجليج ديالهم كاين، كاين الجليج ديالهم، كاين الجليج ديالهم. هو هذا انا الوسطى ياك، هادي الوسطى هذا المرح، هذا الصالون ياك، صالون مقبص من الفوق ياك، وفيها جوج سراج مع الشارع، على الشمس تبارك الله. دار جات على الشارع كبير هنا ياك، هي الشارع كبير وقدامها جردة، وكتعرف دابا الحي الإداري جردة، شارع جردة، الحي اللي من قبل قريبة شوية من المدرسة، يمكنكم تشوفوها راه بعيدة عليها بواحد، إيه المدرسة هي هذيك، راه كوليج هادي ولا شنو؟ المدرسة 600 متر، من فوقها الجردة، كاين الدرك الملكي، ومن تحتها كاين البلدية، الدرك راه من الفوق أيه. الصالون عندها جوج سراج على الشارع، صالون مزلج ناضي مقبص مزيان تبارك الله. كاين صالون اخر ياك؟ انا كاين صالون اخر نفس اتجاه النيت ياك، كاين على الشارع، تا هو مقبص ناضي، لا في ساحه ديال الدار 113 متر، 113 متر هذا على الشارع، عندها السرجم على الشارع، عندهم كاملين على الشارع واحد السراجم، جوج صالون. كيما كتشوفوا هذا الصالون اللي كاينه الفوق هي اللي كاينه تحت، هي راه الصالون دابا اللي زايدين هنا هو اللي تحتو الكراج، تحت منو الكراج ياه. هذا حمام، حمام صالة عصرية يمكن تستعمل فيها، حمام راه زوين، طواليت عمومية وكاينة طواليت بلدية وكاين حمام، ايه حمام كبير تبارك الله، هذا حمام فيها كبير، طواليت والدوش، وتا هو مزلج ناضي. الدار تبارك الله زوينة، ما كاين ما نقولو، المنزل مزيان مقاد، هذا هانتوما بيت النعاس، تا هو نفس المنظر هادي، كيطلع الحلقة ديالها بيت النعاس، ثلاثة ونص، ايه عندها السرج مع الحلقة، يعني على الطواية مزيان. ها؟
اه الضوايا هي غير الضوايا هي هذه لتحت. نعتذر على ما بغيناش نصوروا لتحت لان في السكان ما يعني الدار التحتانيه فيها الناس ما كيسمح ليناش باش نصوروها هي فيها الناس. هاد الفوقانيه حنا كنصوروها خاويه ما فيها والو وما مسكونه ما والو خاويه. وهي كوزينه هذه كوزينه ايه كوزينه هذه كوزينه تا هي فينيه مزلجه ناضيه كما كتشاهدوا كوزينه لابابو ديال الكوزينه الجلي جلي فيها يعني مزيانه وعندها تا هي السرجم على الضوايا مهويه يعني عندها السرجم على الضوايا من هنا للفوق. وهذا هذا فيت ياك هذا الاخر جلي جلي عبد الله طلع دير الفوق الفوق. حنا غنطلعوا للسطح نشوفوا هذا المنزل السطح ديالو كي داير كما شفتوا المشاهدين. الدار هي هادي الدروج اللي ما مفينينش الدروج بوحدهم اللي ما مصاوبينش وراه الزليج ديالهم هنا السلعه ديالهم محطوطه غير مازال ما دار لهم الزليج. هذا السطح المهم اللي غادي يدخل غادي يكتب له هذا البيت هذا راه غادي يكون مزيان. هذا السطح ديال المنزل هو هذا ياك هذا هو السطح ومن بعد غادي نطلع للشارع نشوفو الشارع هو هذا ها السطح ديال هذا المنزل ها الشارع الشارع الكبير ديال اكوراي اللي طالع الطريق ديال المصرعب لي دايزا على بريكاد وطالع. هادي غادي لا داروش مرير تخنيفرا خلاص باينه الطريق اللي طالع في العقبه فوق البارد طالع. هذا هو المحيط ديال المنزل المشاهدين هو هذا ها الشارع اللي دايز قدام المنزل هو هذا الطريق اللي طالع هي هذيك الكبيره والشارع اللي طالع عاوتاني من لهيه هو هذا. نعم اللي غايزيد الفوق ايه ايه الحيط راه طالع 2 متر طالع فيه يعني ما بقى والو بالنسبه للبنادم اللي بغى يزيد الفوق هو هذا. وبالنسبه للخيوط اللي غايدير البارابول غنحتاج ليه يحفر لنا شي حاجه كلشي فينين في وسط الحيط. هي الخيوط ديال البارابور طالعين في وسط الحيط تبارك الله مزيان مزيان حتى هاد الكاميرا داير مخرجهم هنا مزيان امور مزيانه تبارك الله. وهذا الشيء اللي كاين الارض صحيحه الواقع ديالها جيد الحي الاداري الناس مزيانين ما كاينش صداع ما كاينش تبرزيط. هانتوما كما كتشوفوا راه دابا في الديغوه ديال النهار ديال هذا الانسان يجي من الخدمه يمكن له يرتاح بالنهار يمكن له يرتاح بالليل ما كاينش داك التبرزيط ديال الدراري الغواز داك الشيء. المهم راك عارف الحي الاداري كيكون ديما نقي واخا كيكون الثمن شويه زايد ولكن الانسان راه كيربح الراحه ديالو كيربح السعاده ديالو كيربح بزاف ديال الحوايج. وبالنسبه للبنيه ديال هاد الدار هادي راه مبنيه على اليد وما كنتش كنتمنى باش نبيعها ولكن جات الظروف هي اللي جعلتنا نبيع الظروف. مرة نطالع على اليد هانتوما علاش شفتوا الساس ديالها راه هو كيما طالع من الفوق كيما طالع من التحت. كتعرف مع الظروف مع هادشي ديال الكورونا هذاك كيسين كاين شي شويه ديال الزمه في المال. ايوا عندي جوج وحده بغيت نبيعها وصافي هادشي اللي ايوا يحسن الله يحسن العوان. انت عندك جوج ديور وحده بغيتي تبيعها وتخلي وحده هذا هو الانسان مع مشي مع الظروف. انت تقدر تشوف الفاصيل ديالها كيفاش هذه الضوايا ما صورناهاش لان الناس لتحت ما بغيناش الضوايا هي ديال المشاهدين هي هذه الضوايا ديال الدار ضوايا كبيره طالعه خاويه تبارك الله مهويه. راني محافظ فيها على واحد السباس على حساب اللي بغى يزيد يسقف واحد شي شويه ولا هذا أيه. ايه ديك الساعه ان شاء الله اللي غايشري يدير عاوتاني هو داك الشيء اللي غادي اللي غايصلح له.
انتما الناس هذا المنظر الحضاري لمدينة أغوري. انتما كتشوفوا معنا كما كتشوفوا أعزائي المشاهدين، هكا لا بغيت تزيد شي. هانتوما شفتوا معنا الموقع ديال السكن، شفتوا العلو ديالها، شفتوا المرتفع ديالها، شفتوا الموقع فين كانت تواجد. موقع جيد، فيه راحة، فيه أشجار، متنفس طبيعي، بعيد على الكربون، بعيد على التلوثات، قريب من المدرسة، قريب للإدارة، قريب للطبيب، قريب للمصلحة الدرك الملكي، يعني جميع المرافق الإدارية كتوجد حداك. السلام عليكم. شكرا.